حجم الزوز والمكتب الحلو. البرلمان العربي تعامل مع الانتخابات المصرية بكل أمان بكل شفافية وبكل حيادية، وأنا أقولها بكل أمان الآن أن انطباعنا أو تقريرنا إيجابي. لمسنا طبعاً في البداية اجتمعنا بمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للانتخابات وفرت لنا كمتابعين والأطراف الأخرى اللي تتابع الانتخابات الرئاسية المصرية العمل الانتخابية، إضافة إلى تم الالتزام بالصمت باليوم الصمت الانتخابي عدا بعض الأمور الشخصية التي يعبر عنها البعض، وهذه يعني صعب السيطرة عليها أو صعب الالتزام، بس كحملات انتخابية كان فينا التزام جدا ممتاز. والبرلمان العربي أساسا يعني سبق أن راقب أو سبق أن تابع الانتخابات الرئاسية السابقة والتصويت على الدستور والانتخابات النيابية السابقة. الفترة أو الانتخابات الأخيرة هي تعتبر الأفضل من ناحية الشفافية وتعزيز الشفافية والتزام الجميع بالقواعد الانتخابية. طبعا حصلنا احنا دعوة من الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية لأن يكون البرلمان العربي أحد متابعي الانتخابات الرئاسية المصرية. معالي رئيس البرلمان شكل وفد من البرلمان العربي 12 شخصية عربية يمثلون 14 شخصية عربية يمثلون 12 دولة عربية، واحنا طبعا مارسنا دورنا بكل أريحية بكل يعني تعاون من قبل الهيئة الوطنية المصرية هيئة الانتخابات الوطنية المصرية التي وفرت جميع سبل الراحة والشفافية وبدون أي أمور أخرى تعيق عمل لجنة، وسهلوا لنا الأمور الحمد لله، وإحنا دخلنا اللجان بكل أريحية بدون لا يكون هناك أي عرض. تقريبا احنا اللي رصدناهم تقريبا الاقبال متقارب جدا، الاقبال كان متقارب، بس اللي لفت نظرنا وجود العنصر النسائي المصري اضافه الى وجود كبار السن وجود الشباب، فكان هناك تحسين ان المكون المصري كامل قاعد يشارك في العمل الانتخابي، ما شيء ايجابي طبعا. بعض المظاهر الاحتفالات في اثناء الصمت الانتخابي وكانت فرديه يعني وليست يعني شيء يعني ممنهج أو شيء يعني مؤثر، إضافة إلى يعني ضمن الأشياء الإيجابية وجود مستشارين رؤساء اللجان كلهم كل اللجان اللي إحنا تابعناها كانوا مستشارين موجودين، يؤكد أن مصر إن شاء الله دوم يعني تمشي بخطة صحيحة وتمارس دورها القومي العربي في دعم الدول العربية. مصر بلد استراتيجي وبلد محوري بالنسبة لنا كأمة عربية، نجاحها وثباتها هو نجاح للعرب كلهم.